طب بالكارثه اللي احنا فيها يا ابني، احنا في مصيبه، انت مش حاسس؟ يعني في كنز وفي ها؟ ايه ايه ده؟ يا نهار اسود، دي عروسه مولد يا ابني. مفيش حاجه اسمها كده، اسمها عروسه البحر، عروسه الزفت، اي حاجه. بقول لك يا بهجت، انا خايف، يلا نجري. لا يا ابني نجري، ما هتجري ورانا. لا لا، هي كسيحه مش هتعرف تجري ورانا. اذا سمحت ما تخافوش مني، انا ما باذيش ولا بنت. روح شوف عايزة ايه. والمصحف ما هتحرك سنتيمتر الا ورجلك على رجلي. طب ماشي، بس انت الاول. يلا. موري، انا مش عارفه اروح فين. انزلي البحر، يلا بابي، بحر تاني. ما انا لو نزلت اهلي هيقتلوني. انت غلطتي مع حد؟ تغلط مع حد ازاي يعني يا بهجت؟ ما عندهاش رجلين اصلا عشان تغلط مع حد. عيب كده يا استاذ انت وهو. انا محجبه من وانا عندي 15 سنه. والنبي ممكن تساعدوني؟ معاك 20 جنيه؟ 20 جنيه ده ايه؟ وانا عايزه منك فك عشان شحاته؟ انا عايزاكوا تساعدوني. طيب طيب، هنساعدك طبعا. هتساعدها بجد؟ بقول كده وخلاص. بقول لك ايه؟ انا ميت من الجوع وما استطعتش حاجه الصبح. يا نهارك اسود، انت عايز تاكل عروسه المولد؟ النص التحتاني بس، هعملها سنجاري مع حلقه بطاطس. اقسم بالله ما هاكل لقمه من البت دي. على فكره انا سمعتكم، انتوا عايزين تاكلوني سنجاري ها؟ لا 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 والله ما نقصدك انت، ده احنا بنعمل اوردر اسماك وادي النيل. زود لي واحد سي فود شوربه. حاضر. انا هلاقيها منكم ولا من ابويا وامي اللي عايزين يجوزوني غصب؟ عايزين يجوزوني عماد. عماد مين؟ عماد القرش. ده صاحب معرض السيارات اللي في مصر الجديده؟ لا ده قرش بجد، وعايزين نسيب سليم. سليم القرش؟ لا سليم الدولفين. ما عشان احنا طبعا لازم هبل بدات تهبل. طب والنبي تساعدوني، ابوس ايديكوا ساعدوني بقى. بقول لك يا بهت، ايه البت دي صعبت عليا، ما تيجي ناخدها نربيها. طيب ماشي، ما هو نكسب فيها ثواب، السمك كده كده الرزق برضه. تعال. ها؟ ما تعمليش حاجة. ربنا ما تخاف. ما تخافش ازاي يعني؟ السمكة. خلي بالك بس على دي. خلي بالك عشان ريحتها مقابل.